هو يوم غير عادي بالنسبة لمحافظة حضرموت، ومرد ذلك يكمن هنا في هذا المكان. فهذه كلية الشرطة بحضرموت، الوعد المؤجل منذ أمد بعيد. ها هي اليوم غدغدت كيانا منجزا شامخا ومحققا. هؤلاء الضباط المتوشحون بنسر الجمهورية هم أول ثمار إنجاز ذلك الوعد الذي ظل لسنوات طويلة بمثابة حلم لطالما راود عقول وقلوب أبناء محافظة حضرموت والمحافظات الشرقية من البلاد. نتمنى أن يكون هذا التخرج وهذه الدفعة وهذه الكلية هي نقطة الانطلاقة إلى 2030 لتكون أمامنا أكاديمية شرطة. هذا القسم ليس فقط مجرد كلمات تردد كإشعار على الانتساب للمؤسسة الأمنية والشرطوية، بل هو أيضا يمين على الالتزام بالمسؤولية والولاء للوطن ونذر حياتهم لترسيخ الأمن والسلام لمواطنيه. كان برنامج مكثف الصراحة، من ناحية التعليمية للناحية الأكاديمية ومن ناحية التدريبية الميدانية. درسنا 12 مادة في الفصل الأول و12 مادة في الفصل الثاني وأربع مواد ميدانية في كل فصل. فأكثر ما ركزوا عليها الضباط الأكاديميين في الدراسة هو عدم التجاوزات وإعطاء المواطن حقه من مرافعات في جميع النواحي. قبل 5 سنوات من اليوم كانت المكلا تسقط تحت وطأة سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة، لكن المدينة اليوم وفي ذكرى ذلك الحدث المشؤوم تسعى جاهدة وبخطوات جادة متواصلة لإزاحة تلك الغمة من المشهد. تخرج هذه الدفعة الأولى بالتزامن مع غمرة احتفالاتنا وأفراحنا بالذكرى الرابعة ليوم النصر العظيم، يوم انتصار قوة حضرموت وأهل حضرموت على العدو الذي بطش بهذا الأرض وغير كثير من معالم حياتها، وهو تنظيم القاعدة الإرهابي. وتعلق السلطات في حضرموت آمالا كبيرة على مخرجات هذه الدفعة والدفعات التي ستليها. فالمحافظة تواجه تحديات أمنية متعددة التشعب والتعقيد، خصوصا في مناطق وادي وصحراء حضرموت التي لا تزال تشهد حالة من الانفلات الأمني منذ سنوات مضت في ظل ضعف وهشاشة المنظومة الأمنية في تلك المناطق. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.